الله أكبر. آثار القصف على بلدة حران العواميد، استهداف حران العواميد بالصواريخ من مطار دمشق الدولي الذي تحول إلى سكنة عسكرية. 11/12/2012 مطار دمشق الدولي على بلدة حران العواميد براجمات الصواريخ وقذائف الهواء والمدفعية الثقيلة. الله أكبر. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. الله أكبر. بلدة حران العواميد 11/12/2012. اللهم عليك ببشار الأسد وأزلامه وميل شياته. Thank you.